السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الموقع ده ممتاز جدا، الدي او سي اللي هي دوكيومنتس لاين. بيبقى عندك ملف بي دي اف وانت محتاج جواب منه، فبترفعه على الموقع وتقول له جاوبني من خلال الكتاب دوت. يعني كأنك بتسأل شات جي بي تي، بس بتقول له ما تدورش على النت، دور في الكتاب ده بس. ففكرته سهلة جدا وبسيطة، كل اللي عليك ان انت بتعمل له امبورت بي دي اف وتختار الملف وتقول له دور لي في المكان دوت. وانا اتوقع ان الكتاب دوت بيتغذى بيه شات جي بي تي، بس مش في نفس اللحظه، يعني لو رحت سالته مش هيقدر يجاوب. لكن هو من ضمن الحاجات اللي هو بيعتمد عليها، لان هم بيعتمدوا على التغذيه العكسيه، لكن بيفلتروا او لازم يكونوا متاكدين من المعلومه قبل ما يطرحوها، عشان كده موقفينه عند 20 على 20. طيب خليني اقول له بس ان انا عايز الكتاب دوت. بيرفع الكتاب وخلال ثواني يكون قراه، وخلال ثواني يقدر يجاوبك على أي سؤال خاص بالكتاب دوت. وفعلا في ناس رفعت كتب خاصة بالقانون المصري وبدأ يسألوا في الوضع الحالي أو في السؤال دوت أو في القضية دي المفروض الحكم يصدر بإيه، فيبدأ إن هو يجاوبه من خلال السؤال دوت، من خلال القضية أو من خلال القوانين الموجودة. فانت ممكن تسأله اي سؤال وهو يدور على الاجابة في الوثيقة او في الكتاب اللي انت رافعه، فيبدأ يقول لك ان البيم بيلدينج انفورميشن موديلنج و من خلال الاجابة، وبيحط لك برضو الريفرنس والمراجعة. قال لك ان دي موجودة في صفحة واحد، يعني في الكتاب ده في صفحة كذا.